ولا زلنا مستمرين معكم من المؤتمر الحاشد بمحافظة الشرقية مركز أبو كبير. القبائل العربية قبيلة عرب هنات، وكان لنا شرف اللقاء مع سيادة النائب اللواء عبد الله لاشين. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير ومتشرفين الدنيا كلها، قناة ثقافة مواطن وقناة دريم، ومشرفين النهاردة في بداية الدعاية الانتخابية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ارض الموالك، ارض الغناميه، ارض الرحمنيه، ارض ابو كبير. مشرفينا النهارده ان شاء الله، وربنا يا رب كده يكون المؤتمر على قد المسؤوليه، ويكون الناس النهارده عندها وعي، والمؤتمر في جمله مفيده، وهو دعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولماذا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ وبعد بعد الكلمه الحماسيه اللي حضرتك تقولها، هو ده السؤال اللي عايزين نقوله لك. هقول لحضرتك، انا اشتغلت في الشرطه، في وكان شرف ليا ان انا اشتغلت في وزاره الداخليه لغايه رتبه عقيد، ومنذ وانا ملازم اول عند مثلا العقيد، وانا في المباحث الجنائيه في محافظه الشرقيه. ولكن انا النهارده الحاسه الامنيه عندي بتبقى زياده شويه. احنا النهارده ربنا كرمنا بتوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي جه في وقت صعب جدا. احنا كنا شايفين ان الدوله من 2011 ل 2014 كانت الدولة عبارة عن مفيش دولة. النهاردة كان في خلافات، وكان في أحداث وثورة، وعشنا مع الناس على أرض الواقع، والأحداث اللي حصلت، والإخوان، واللي شفنا مصر الدنيا وقفت كلها. ولكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه منذ 2014 واتجه اتجاهات لبناء الجمهورية الجديدة، وربنا كرمه ودخل في ملفات كبيرة جدا كان مفيش حد النهارده يقدر يدخل فيها. كان النهارده ممكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمشي البلد النهارده في نظام معين، بحيث النهارده ما حدش يتكلم ولا حد يقول السيد الرئيس بيعمل ايه. ولكن الراجل خد على عاتقه، دخل في ملفات كتير، اتعرض عليه ملفات كتير جدا، دخل في ملف النهارده ما كانش حد النهارده دخل فيه قبل كده، وهو العشوائيات. ملف العشوائيات ده خطير جدا، من اخطر الملفات. النهارده شايفين لا عشوائيات في مصر النهارده، العشوائيات اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده في السلام وفي الدويقه ومش عارف فين وفين وفين، ده كله النهارده بقت اماكن حضاريه للمواطن المصري. النهارده بيحس النهارده هو مواطن، وده كله من تفكير وشخصيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل في ملفات كتيره، واحنا شفنا الطرق، وشفنا شفنا الطرق النهارده، وشوف بنيه تحتيه، وشفنا النهارده حياه كريمة، وشفنا الفيروس النهارده دخل فيه، والمبادرات الكتيره. ولكن انا ببص لها الحاله الامنيه النهارده، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليته وحكم مصر، وخد ملف على عاتقه، ملف مهم جدا. ما فيش دوله النهارده بتكبر، ولا في دوله النهارده تقدر تحافظ على حدودها لما يكون عندها جيش قوي. والجيش القوي ده مش هيجي الا لما يكون في تدريب على احدث مستوى، في تطوير للاسلحه. النهارده شفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده دخل النهارده انظمه واسلحه جديده. شفنا النهارده طيران رافل، وشفنا النهارده غواصات حربيه، وشفنا حاجات كثيره جدا النهارده، النهارده لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيعلن عن شراء النهارده اسلحه جديده، كان في ناس النهارده بتكتب مثلا على موقع التواصل الاجتماعي يقول لك بيشتري اسلحه بجوعنا. لا، احنا عاوزين نجوع، لان جه اليوم النهارده ان احنا نقول له متشكرين، واحنا كنا اسفين، لان النهارده مش كنا عارفين ان وجهه نظر حضرتك على مرمى النهارده، على بعد النهارده الاف السنين النهارده. واحنا بنقول اللي عمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجيش المصري، النهارده الجيش المصري بيحتل المرتبه العاشره او التاسعه على مستوى جيوش العالم النهارده، كل دول العالم، حتى النهارده مصر النهارده وليها موضع معين عندهم. والنهارده كان بيتكلم احد الخبراء الامريكان في الكونجرس الامريكي، بيقول ان مصر عندها جيش قوي النهارده، من اكبر الجيوش في العالم. بنقول له متشكرين على الجزئيه ديت اللي هي هندلنا طول عمرنا نشكرك عليها. تاني حاجه النهارده، انا بتكلم النهارده، وانا قلت النهارده انا بقول يعني النهارده الولايات المتحده الامريكيه اكبر دوله، وده واقع اقتصاد
وجيش وكل حاجات من ديت. انا ببص النهارده ما ينفعش ان الدوله دي يديرها واحد بالشخصيه دي. هذا الرجل انا يعني انا بقول ان هو فاقد الوعي، عنده زهايمر. لما جه النهارده هو نتنياهو وقاعد النهارده في اول زياره ليه وشايفين النهارده بيساعد اسرائيل بكل قوه بكل حاجه في الدنيا من اسلحه لفلوس، عشان ايه؟ بحاجة عشان خاطر ان احنا محتلين اراضي مش بتاعتنا؟ لا، ده اللي حماس عملته، وحماس بتعمل بتدافع عن ارضها. النهارده جاي يقول ان اللي ضرب المستشفى اللي مات فيه اكتر من 500 شهيد ده حماس، جاي بيستخف بعقولنا، لان الراجل ده النهارده معلش انا بقول والله والله عنده زهايمر، لا يصلح في الفتره اللي جايه دي ان هو يقود دوله كبيره زي دي. عشان العامل العربي مؤثر برضه على وانا بقول النهارده للناس العرب والمسلمين اللي لهم اصوات انتخابيه في امريكا، وانا متاكد النهارده يقدروا لما يتجمعوا كلهم يصوتوا ضده، لانه هو النهارده لا يصلح. عشان كده احنا بنناشد العرب والمسلمين اللي في امريكا اللي لهم اصوات انتخابيه في الانتخابات البرلمانيه في الانتخابات الرئاسيه القادمه يصوتوا ضده علني، عشان احنا شايفين ما مدى اللي هو مساعدته لاسرائيل في ضرب غزه بالطريقه الوحشيه دي. مفيش حد بيعمل كده على مستوى العالم، والنهارده هو بيضغط على كل الدول، بريطانيا واقفه معاه، فرنسا بتضغط على كل الدول. ان لما تشوف النهارده الاحاديث اللي بتعمل او التصريحات اللي موجوده حاجه مخزيه، بيحاربوا مين؟ صحيح كلام حضرتك، على فكره ممتع وفي معلومات يعني قيمه. يعني كنا عايزين بقى يعني كلمه للمواطن اللي هو بيتخاذل عن نزول الانتخابات. المواطن النهارده انا بقول له رساله، ما عادش ينفع خالص النهارده، ما عادش ينفع خالص ان انا اروح النهارده اقول والنبي الاستاذ عبد الرحمن الصغير او الدكتور ايمان والنبي روح خبطوا على الناس عشان تنزل الانتخابات. ده خلاص بقت النهارده فريضه على كل مواطن عنده وطنيه يطلع ياخد مراته وياخد اخوه وياخد اخته ويتوجهوا اللجنة الانتخابية عشان نظهر قدام العالم. احنا النهاردة عندنا 50 مليون صوت انتخابي، انا بقول ال50 مليون يطلعوا لما ييجوا قدام اللجان. نلاقي النهاردة موسوعة، كل المصريين واقفين، بنعمل ملحمة، كل وكالات الانباء على مستوى العالم بتصور هذا الحدث، ننقل صورة للعالم كله ان احنا الدولة القوية اللي موجودة في الشرق الاوسط ورا خلف القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مش عاوزين النبي نروح نخبط على ده ونخبط على ده، لا، ده من يوم الساعه 8 الصبح يوم 10/12 كلنا هنطلع وكلنا هنقف قدام اللجان. انا بقول ان شاء الله هتبقى ملحمه اكتر من الانتخابات اللي فاتت ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله كلام مع حضرتك ممتع. على فكره كلمه اخيره بقى للمهندس احمد عبد المجيد. احمد عبد المجيد شخصيه جميله وشخصيه محترمه، وهو اول واحد بدا على مستوى مركز ابو كبير في العمل مؤتمر ده البدايه النهارده، وانا بدعوكم كلكم على المؤتمر العام لابو كبير تحت رعايه حزب مستقبل وطن، هيتحدد وهنختاركم وهتيجوا فيه، هتلاقوا فيه ملحمه. انا متاكد هيبقوا موجود مش اقل، قسما بالله ما هيبقوا موجود مش اقل من 10,000 مواطن جايين المؤتمر ده. وان شاء الله باذن الله الشرقيه طول عمرها النهارده الشرقيه سباقه واهل كرم، وهي الشرقيه النهارده من اولى المحافظات في الاستحقاقات السياسيه وخاصه الاستحقاقات الرئاسيه، بتبقى واخده المركز الاول على مستوى الجمهوريه. انا بصراحه بشكر حضرتك بصراحه على الحوار الممتع ده اللي كله معلومات وكله فعلا في معلومه لثقافه المواطن. ربنا يخليك يا فندم، وسنه حضرتك طيب وسنه سيده عليك يا فندم. شكرا.